أثناء إقامة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة دبشة عاصمة إقليم والداي، التقى بأعضاء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة عباس عبد الكريم بدر الأمين العام بالمجلس الإقليمي للحزب. وقد تباحث فخامة رئيس الجمهورية مع أعضاء الحزب العديد من المواضيع والقضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تعوق تنمية الإقليم والحزب، ثم طلب منهم التكاتف والترابط من أجل محاربة العادات الضارة مثل إثارة الفتن في الأقاليم، كما طلب منهم تقديم الإرشادات والنصائح في مجال التعليم والصحة وتوعية الشباب من أجل محاربة الإرهاب وعدم استعمال الأسلحة النارية. ثم استمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى بعض الشكاوي التي تعوق مسيرة الحزب، ووعد فخامته أعضاء الحزب بإيجاد الحلول لمشكلة مياه الشرب في مدينة أبشة، وطلب منهم الاهتمام بالعمل واحترام القوانين واللوائح من أجل تنمية البلاد.